نعتقد أن اليوم هي بداية لفترة الانتخابات. نبدأ ب 92 بعثة في حول العالم لإعطاء فرصة للمواطنين الاقتراع عن مرشحينهم. نأتي بعد ذلك لمرحلة اللي هي فيها التصويت المبكر، وبعد ذلك التصويت داخل الدولة. نعتقد أن هذه لها دلالات عدة. الدلالة الأولى أن خطوات التمكين ماشية في الاتجاه الصحيح. اثنين، أن هذه الخطوات تتراكم. بدأنا في أول انتخابات بمجموعة كثير أصغر، كبرت هذه المجموعة. اليوم هذه المجموعة اللي لها حق الانتخاب تعدى عددها 230,000. عندنا أكثر من 300 مرشح، منهم أكثر عن 70 امرأة. نعتقد أن هذا أولا دلالة على النشاط الانتخابي، ولكن أيضا دلالة على أن المرأة الإماراتية تلعب دور رئيسي ودور هام في هذه المرحلة القادمة.